الرئيس السيسي والعاهل البحريني يبحثان هاتفيا تطورات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، ويتوافقان على ضرورة وضع حد فوري للمأساة الإنسانية في القطاع. الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي يشيدان بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والوطنية للانتخابات تواصل تلقي طعون المرشحين على قرارات اللجان العامة. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في جباليا بإعدام أسرتين رميا بالرصاص، والأونروا تحذر من تداعيات الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أثنى الزعيمان على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين والقيادتين، فضلا عن انعكاسها في التطور المضطرد في العلاقات، مؤكدين أهمية استمرار العمل على توسيع مجالات التعاون المختلفة. كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود الجارية للتوصل إلى وقت إطلاق النار ونفاد المساعدات الإنسانية، وتم التوافق على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنفاذ مقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وذلك لوضع حد فوري للمأساة الإنسانية التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. لجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين. تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات فتح أبوابها أمام تلقي طعون المرشحين للانتخابات الرئاسية على قرارات اللجان العامة. ووفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة، تم تحديد يومي 15 و16 من ديسمبر للبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج، على أن تعلن النتيجة العامة في 18 من ديسمبر وتنشر بالجريدة الرسمية. أشادت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي الكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية بتنظيم الانتخابات في مصر. وخلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، أشارت البعثة إلى أن هذه الانتخابات تأتي في ظروف سياسية صعبة في المنطقة على ضوء تطورات بقطاع غزة، وعلى الرغم من ذلك تمكنت مصر من تنظيمها في بيئة سليمة. يأتي ذلك بعدما أوفد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بعثة مشتركة من الاتحاد الأفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات، وتتألف من 70 مراقبا فضلا عن 36 دولة. عقد السفير خليل الذوادي رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية مؤتمرا صحفيا لعرض البيان التمهيدي الخاص برصد العملية الانتخابية. وخلال المؤتمر أكد خليل الذوادي أن الهيئة الوطنية للانتخابات اكتسبت خبرة متراكمة وقامت بالتحضير والإعداد للانتخابات الرئاسية بطريقة محكمة، مضيفا أن الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية جاء متوافقا إجمالا مع الالتزامات الانتخابية الواردة بالمعاهدات الدولية التي اعتمدتها مصر. المؤشرات طبعا تدل على نجاح هذه الانتخابات، الإقبال الكبير، مشاركة فئات كثيرة في هذه الانتخابات، التسهيلات الممنوحة للناخب، وفي نفس الوقت شعور المواطن المصري بأهمية إنجاح هذه الانتخابات، وهو الشيء الأساسي بأن المواطن المصري على وعي كامل بمجريات الانتخابات، وكانوا تجاوب يعني شو أقول لك، في بعضهم تجلين الفرحة والابتسامة على وجوههم، وهذا دليل حبهم لبلدهم وفي نفس الوقت اهتمامهم بأن تكون الانتخابات ناجحة 100%.
وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ مؤمن السيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. سيد مؤمن، إشادات دولية واسعة بمجريات سير انتخابات الرئاسة المصرية كان آخرها من الجامعة العربية ومن الكوماسة، كيف ترى هذه الإشادات وانعكاسها على مصداقية العملية الانتخابية؟ مساء الخير على حضرتك طبعا وعلى السادة المشاهدين جميعا. في الحقيقة أن احنا شاهدنا على مدار الثلاث أيام الانتخابات الرئاسية في الداخل عرس ديمقراطي يشهد له الجميع. خليني بس في بداية مداخلتي أشكر كل الشعب المصري بجميع فئاته اللي ضرب مثال في الوطنية والحفاظ على حقوقه والحفاظ على مقدراته في هذا البلد. في الحقيقة أن احنا شهدنا منذ بداية الانتخابات، وخليني أقول كمان مش بداية الانتخابات بس، منذ الساعة 8:30 بداية خشود كبيرة جدا. الكل كان حريص يشارك في حقه في العرس الديمقراطي الكبير. احنا شهدنا الأسر بالكامل بتقف بتصطف أمام لجان الاقتراع علشان يدخلوا يقولوا صوتهم. طلاب الجامعة حشود رهيبة جدا واقفة قصاد المقرات الانتخابية عشان تدي بأصواتهم. السيدات مصر العظماء اللي أبهروا العالم، دي رسالة قوية جدا من شعب كبير لكل المشككين وكل اللي كانوا بيقولوا ان الشعب دوت لا خلاص وصل لدرجة لا ما فيش الكلام ده. في الحقيقة إن دي رسالة قوية جدا من الشعب المصري لكل دول العالم. نعم. إن الشعب المصري دي حق أصيل وهو اللي هيختار مستقبله ومستقبل أولاده. طيب، المتابعات من قبل العديد من المنظمات والهيئات الدولية، كيف ترى ما أشادت به ويعني رأيها عموما في سير العملية الانتخابية؟ طبعا كان في غرفة تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين على مدار الثلاث أيام كنا بنتابع سير العملية الانتخابية منذ فتح اللجان. كان عندنا حوالي 20,000 متطوع ومن أعضاء التنسيقية بيتابعوا سير العملية الانتخابية، بجانب زي ما حضرتك قلتي في بداية المداخلة إن كان في إشادة دولية من جميع المنظمات الدولية والحقوقية. صحيح. أفريقية وأوروبية، كل المنظمات اللي تابعت سير العمليه الانتخابيه اشادت بسير العمليه الانتخابيه. وفي الحقيقه لازم برضو ما نغفلش دور الهيئه الوطنيه للانتخابات في الدور الكبير اللي قدمته تسهيلات كبيره جدا للمناخبين عشان يطلب اصواتهم. لجان الوافدين بصراحه قدمت تسهيلات كتير جدا. احنا شفنا في المطار اهالينا رايحين يعملوا عمره كانوا بيدخلوا اللجنه ويصوتوا ويقولوا صوتهم. لم نرصد اي انتهاكات لسير العمليه الانتخابيه. اشاده دوليه في ظل ظروف يشهده العالم، ظروف سياسيه صعبه جدا، لكن احنا الحمد لله قادرين على نجاح كل ما يتم ده على الاراضي المصريه من انتخابات فعاليات. اي شيء يتم على ارض مصر احنا قادرين ان احنا نكون شركاء في نجاحه. اذا ترى استاذ مؤمن انه الهيئه الوطنيه للانتخابات التيسيرات التي قدمتها ساهمت في خروج عمليه انتخابيه منضبطه؟ طبعا يا فندم، بالفعل سير العمليه الانتخابيه التسهيلات اللي قدمتها الهيئه الوطنيه من منذ حضور القضاه في 8:00 حتى شفنا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه القاضي بيخرج له بره علشان يساعده في اجراءات تصويته ان هو يدلو بصوته، تسهيلات كبيره جدا. نعم. في كافه اللجان في 27 محافظه، تحمل القضاه في اللجان من 9 صباحا ل 9 مساء عشان خاطر ينظموا ويكونوا مراقبين على العمليه الانتخابيه. لا كان طبعا حضرتك يعني مجهود كبير جدا من الهيئه الوطنيه. نعم. تسهيلات المؤتمر كل ما خرج من تصريحات ليهم خلال كل مؤتمر خلال ساعات معينه يوضحوا. نعم. ايه اللي تم، ايه اللي حصل،
الكل كان متابع دقيقه بدقيقه ما يتم من منظمات مجتمع مدني، هيئه وطنيه، متابعين، مراقبين، كل ما يدور خاص بالعمليه الانتخابيه كان بيتم على اكمل وجه. اشكرك استاذ مؤمن السيد، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسرتين كاملتين على الأقل رميا بالرصاص داخل إحدى مدارس الإيواء التابعة لوكالة أونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. ووفقا لمصادر صحفية فلسطينية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مربع مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في مخيم جباليا وحاصرتها وأعدمت أسرتين كاملتين رميا بالرصاص، بينهم أطفال ونساء وكبار بالسن في ثلاث غرف. وقصفت طائرات الاحتلال مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة غوث في جباليا، ما أدى إلى استشهاد 25 شخصا على الأقل، أغلبيتهم من عائلة أبو عودة وكفرنا النازحين من بيت حنين. من ناحية أخرى، استشهد 27 فلسطينيا في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل المواطنين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. هذا ونفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات مكثفة على مناطق واسعة في شمال وجنوب قطاع غزة. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي في توغله في مدينة جنين وفي مخيمها شمال الضفة الغربية. 69 يوما من عدوان وحشي إسرائيلي على قطاع غزة لم يفرق فيه الاحتلال بين أطفال ونساء وشيوخ عزل، قصف عشوائي على منازل المدنيين بلا سبب سوى الانتقام الجماعي. فجرا وفي ساعات معدودات استشهد عشرات الفلسطينيين في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على مناطق واسعة في شمال قطاع غزة وجنوبه، وتحديدا على مدينتي خان يونس ورفح، مما أسفر عن استشهاد 27 مواطنا في قصف لمنزلين لعائلتين في رفح. وإلى جانب الغارات، قصفت مدفعية الاحتلال بلدة جبلية في شمال القطاع بالإضافة إلى أحياء شرق مدينة غزة. بالنسبة لخطط الاحتلال الإسرائيلي، فإن أهدافها تتخطى حدود غزة، إذ تسعى إسرائيل إلى القضاء على المقاومة في الضفة أيضا، فاقتحمت وداهمت وقتلت الفلسطينيين في جنين مع تواصل عدوانها على المدينة ومخيمها. طائرات الاحتلال المسيرة قصفت منزلا في المخيم، كما اقتحم جنوده عددا من مساجد المخيم واستخدموا مكبرات صوت المساجد للغناء في خطوة استفزازية. وبالتزامن مع قصف بمسيرات استهدف مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي من مدينة جنين، داهمت قوات الاحتلال منازل عدة في الحي وفتشتها وعبست بمحتوياتها، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم. وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 500 فلسطيني خلال اليومين الماضيين في جنين، وقد جرى الإفراج عن غالبيتهم بعد تحقيق ميداني. المساعي الإسرائيلية لاستهداف الفلسطينيين لا تقتصر على قطاع غزة فقط، ولكن تتجسد بشكل فاضح في الضفة الغربية أيضا، استهداف تجسد في استخدام الاحتلال الإسرائيلي جميع أدواته العسكرية باستثناء القصف الجوي والغارات مثل ما يفعل في قطاع غزة. حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من أن الوضع الصحي في مستشفيات محافظة جنين أصبح صعبا للغاية. وأوضحت الكيلة في بيان صحفي أن مستشفيات جنين تتعرض في هذه الأثناء لهجمة شرسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاصرها وتعرقل وصول الجرحى إليها،
مؤكدا أن الوزارة تعمل بأقصى طاقتها لتوفير الاحتياجات اللازمة للمستشفيات في كل المحافظات، وذلك رغم الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي المتصاعد. ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18,787 شهيدا منذ بدء الحرب وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة. كما أعلنت الوزارة في بيان لها عن ارتفاع أعداد المصابين إلى 50,897 منذ 7 أكتوبر الماضي. غمرت الأمطار الغزيرة شوارع غزة والمخيمات التي تضم آلاف النازحين. هذا وقد انهارت العديد من الخيام أو أصبح معظمها غير صالح للسكن في أغلب المناطق التي لجأ إليها النازحون. بخيام لا تستر نهارا أو تحمي ليلا، هل الشتاء على أهالي غزة برياحه وأمطاره الغزيرة لتغمر الطرقات مخيمات تأوي آلاف النازحين من قصف إسرائيلي متواصل على مدى أسابيع. شتت الدنيا، العرائش طارت، الكل غرق، الأطفال الصغار كلهم غرقوا ومرضوا، ضلينا في الشوارع زي هيك، لا في خيمة سطرانة ولا في خيمة أنها تبعد المية على الأولاد والعيال اللي جايينهم. هي اللي صار معنا، يعني زي ما أنت شفت كلها مية جوا. وبعد الفرار من منازلهم في شمال القطاع ثم من ملاجئهم في خان يونس، انتقل عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى رفح الواقعة في أقصى الجنوب للقطاع، والتي تحولت إلى مخيم ضخم للنازحين، حيث نصبت مئات الخيام باستخدام الخشب وأغطية بلاستيكية. وفي منطقة المواصي الواقعة جنوب القطاع باتت العديد من الخيام غير صالحة للسكن. وفي مدينة دير البلح غمرت مياه الأمطار منطقة إيواء خلف مستشفى شهداء الأقصى ومنطقة جبلية أيضاً التي غرقت مؤخراً بمياه الأمطار. ما هيك شايف النار اللي تمزع واحنا بنشد فيها، هيك شايف النار اللي تمزع علينا ونزلت المية تبهدلنا في المطر، وحاولنا نقدم بقدر الإمكان أنه نساعد يعني نساعد أنفسنا عشان المطر ما يدخلش علينا، دخل المطر فيش فايدة وتقطع متنا هاي النيل، هو النيل بيحمي ناس نايمين تحتيه، بيحميش ناس نايمين تحتيه. غرقوا من المية، والله قوامتي الولد بنقط نقط أبو 7 شهور، وأنا انهدمت دارنا واستشهد ابني وما معايا لا حرام ولا فرشة، أخذت من أختي وغطيت الولد، إحنا كلنا بحرام واحد، أنا وخمس تنفار بحرام واحد. وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني، إن سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لقصف متواصل لم يعد لديهم وقت أو خيارات، مشيرا إلى أنه في مواجهة القصف والحرمان والأمراض في مساحة ضيقة بشكل متزايد يواجه الفلسطينيون أحلك فصل في تاريخهم منذ عام 1948، مع أنه تاريخ مؤلم. وتشير التقديرات للأمم المتحدة إلى أن 1.9 مليون من سكان غزة، البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، قد نزحوا بسبب الحرب، نصفهم من الأطفال. قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني، قال إن منشآت أونروا في غزة تعرضت للاعتداء 250 مرة. وشدد لازاريني على استمرار دعم الوكالة لقطاع غزة، لافتا إلى أن ما يعيشه أهالي القطاع من جوع وندرة مستلزمات الحياة غير مسبوق. وأكد لازاريني ضرورة احترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني لكل شخص حول العالم بمن فيهم الفلسطينيون، مشيرا إلى أن أهالي القطاع يضطرون لإيقاف شاحنات المساعدات التابعة للوكالة في غزة لأخذ المساعدات الغذائية بسبب الجوع المتفشي. Thank you.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من منطقة تسيطر عليها قوات الحوثي أثناء الاستجابة لنداء من ناقلة ترفع علم جزر مارشال في جنوب البحر الأحمر. وأضافت القيادة المركزية أن المدمرة مايسون التابعة للبحرية الأمريكية أسقطت المسيرة بعد أن هاجمت القوات السفينة التجارية أردمر إنكاونتر بزوارق. وقالت القيادة المركزية إنه لم تصلها تقارير عن تعرض السفينة أو طاقمها لإصابات أو لأضرار. مع استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تحاصر أزمة جديدة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ظل فقدانها التعاطف الدولي وبدء الولايات المتحدة في تغيير مواقفها الداعمة لحكومة اليمين المتطرف. تزامن ذلك مع الهجوم الحاد الذي شنته المعارضة الإسرائيلية على نتنياهو مؤكدة أنه السبب وراء ما يحدث في إسرائيل من خلافات وانقسامات، فضلا عن فقدان العشرات من الجنود الإسرائيليين في غزة، وطالبته بالتنحي عن منصبه باعتباره يمثل خطرا كبيرا على إسرائيل. أزمة جديدة تعيشها إسرائيل، فصدمة أحداث السابع من أكتوبر ما زالت تلقي بظلالها على المجتمع الإسرائيلي بكافة قطاعاته السياسية والاجتماعية، خاصة مع تزايد العزلة الدبلوماسية لها. ومع استمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة فقدت إسرائيل التعاطف الدولي معها، وهو ما أكده التصويت الكبير لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار. الإدارة الأمريكية من جانبها بدأت في تغيير مواقفها الداعمة للحكومة الإسرائيلية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجود خلاف على سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستقبل الحرب الإسرائيلية في غزة وحتى مستقبل قطاع غزة عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية، معلنا أنه يتبرأ من أي تصرف لعين لرئيس الحكومة الإسرائيلية. الموقف الأمريكي ظهر أيضا في قرار الإدارة الأمريكية بتأجيل بيع أكثر من 20,000 بندقية M16 أمريكية الصنع إلى إسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بهجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي الداخل الإسرائيلي شنت المعارضة الإسرائيلية هجوما حادا على رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤكدة أنه سبب ما يحدث في إسرائيل من خلافات وانقسامات وفقدان العشرات من الجنود الإسرائيليين في غزة. المعارضة الإسرائيلية طالبت على لسان زعيمها يائير لابيد نتنياهو بالابتعاد عن منصب رئيس الوزراء باعتباره يمثل خطراً كبيراً على إسرائيل ومستقبلها، مشيراً إلى أن العديد من المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أصبحوا لا يعرفون ماذا يريد نتنياهو من العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة. وتعهد بنيامين نتنياهو مواصلة الحرب في غزة حتى آخر جندي، وعلى نفس النغمة صار وزير خارجيته إلي كوهين الذي أكد أن إسرائيل ستواصل حربها على حماس سواء بدعم المجتمع الدولي لها أو بدونه. ومع اقتراب التصعيد في غزة من شهره الثالث لم تسجل إسرائيل أي انتصار على الأرض، مع تحقيق المقاومة الفلسطينية لانتصارات كبيرة على قوات الاحتلال، كان آخرها مقتل وإصابة أكثر من 17 جندياً وضابط في كمين لقواتها بمدينة غزة، وهي الخسارة الأكبر في أكثر من شهر. قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان اجتمع مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في المملكة لبحث الجهود الرامية لتحقيق سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. أضاف البيت الأبيض في بيان أنهما ناقشا أيضا جهود الاستجابة الإنسانية في غزة بما في ذلك سبل زيادة تدفق المساعدات الضرورية إلى القطاع، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الثنائية.
Look, you know, the president was certainly familiar with what his son was going. يلتقي مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في إطار جولة له بمنطقة الشرق الأوسط. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن سوليفان يعتزم عقد اجتماعات مع نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية والرئيس إسحاق هيرتسوغ، وذلك لمناقشة أحدث التطورات بقطاع غزة. تأتي الزيارة وسط توترات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو حول العملية العسكرية الإسرائيلية، حيث وحضر بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي من خسارة تل أبيب للدعم العالمي في حربها بقطاع غزة. أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن حكومة المملكة المتحدة ستواصل دعم المطالبات بوقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية من أجل السماح بإطلاق سراح الرهائن ودخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة. وقال سوناك في تصريحات تلفزيونية إن الحل القائم على دولتين يعد النتيجة الصحيحة للصراع الدائر بين إسرائيل وحماس، مضيفا أن ما يحدث في الصراع يعد أمرا مثيرا للقلق بعد أن فقد الكثير من الأبرياء حياتهم. Now, when it comes to our energy security, we are still going to need oil and gas. 25% of our energy will come from oil and gas, even in 2050. Far better that we get that from here at home. Better for the economy. Better. أوضح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أنه سيتم منع المسؤولين عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين من دخول بريطانيا. وقال كاميرون على منصة إكس، قال إنه يجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين الإسرائيليين ومحاسبة الجناة، مضيفا أنه لا يمكن أن تكون بريطانيا موطنا للأشخاص الذين يرتكبون أعمالا إرهابية. يواصل مطار العريش الدولي استقبال الطائرات المحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الطائرة الإغاثية السعودية 26 غادرت إلى مطار العريش الدولي، وأفادت الوكالة بأن الطائرة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة تشتمل على مواد طبية وإيوائية تزن 24 طنا ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. للمزيد حول الحركة عبر معبر رفح وتوافد طائرات مساعدات الإغاثة الدولية عبر مطار العريش الدولي، ينضم إلينا على الهواء مباشرة من العريش كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك كريم، ولك متابعة في هذا السياق، تفضل. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل ما زلنا نتابع دخول هذه الشاحنات الإغاثية إلى الأشقاء في فلسطين، إما عن طريق مطار العريش الدولي الذي وصل إليه حتى الآن أكثر من 293 طائرة محملة بالمساعدات المختلفة، منها الجسر الجوي الخاص بالسعودية والجسر الجوي الخاص بالكويت والأردن والعراق، و29 دولة شاركوا في هذه المساعدات. نتحدث عن آلاف الأطنان تخطت 15,000 طنا بشكل عام من المساعدات التي وصلت إلى معبر رفح المصري، عبر جزء كبير منها بالفعل إلى الأشقاء في فلسطين. أما إذا ذهبنا مباشرة إلى بوابة معبر رفح المصرية التي دخل من خلالها اليوم 180 شاحنة محملة بالمساعدات المختلفة، واليوم الأول الذي يتم تشغيل فيه عدد 2 من المعابر الأخريات في الجانب الآخر مثل معبر كرم أبو سالم، وهو المخصص في الأساس للبضائع، ليستقبل يعني تقريبا 80 شاحنة ليتم تفتيشهم قبل الدخول إلى الأشقاء في فلسطين، و100 شاحنة أخريات
ضمن يعني الوفد او الدفعه التي ذهبت الى معبر العوجه، نتحدث عن 108 شحنه دخل منهم بالفعل 50 شاحنه الى الجانب الفلسطيني تحديدا في قطاع غزه. بالاضافه لذلك ايضا تم تجهيز شاحنات للوقود من السولار وايضا الغاز الطبيعي في محاوله لادخالهم اليوم ضمن الدفعات المختلفه التي تدخل عبر بوابه معبر رفح المصريه. بالاضافه لذلك ايضا خروج عدد 17 مصابة من الأشقاء في فلسطين ليتلقوا العلاج هنا في المستشفيات المصرية، بالإضافة لخروج أكثر من 300 من مزدوجي الجنسية خرجوا اليوم عبر بوابة معبر رفح المصرية. لذلك كل الجهود المصرية المختلفة ما زالت متكاتفة من أجل مساعدة الأشقاء في فلسطين، إما عن طريق الشاحنات الإغاثية أو حتى خروج مزدوجي الجنسية أو حتى خروج المصابين الأشقاء في فلسطين. نعم، كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصرية، لك جزيل الشكر. افتتحت دولة الإمارات محطة لتحلية المياه في مصر، وذلك لتزويد 300 ألف شخص في قطاع غزة بمياه الشرب الصالحة. وأكد الهلال الأحمر الإماراتي أن افتتاح المحطة يأتي ضمن مبادرة لإنشاء 3 محطات لتحلية المياه لمساعدة أهالي قطاع غزة في الحصول على مياه الشرب بسبب شح المياه في القطاع. السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها. الأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية حادة في مناطق النزاع بالسودان، وتؤكد أن نحو 30 مليون سوداني باتوا في حاجة للمساعدة. اطلع وزير الخارجية سامح شكري رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقيه، أطلعه على الجهود التي تبذلها مصر في مجلس الأمن لاعتماد قرار يعزز القدرة على إنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة. وخلال اتصال هاتفي أجراه شكري، تباحث الجانبان تطورات الأوضاع في السودان وما تطلع به مصر من جهود لحل الأزمة. وأعرب شكري عن استعداد مصر الدائم لتقديم كافة سبل الدعم لمفوضية الاتحاد الإفريقي بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها تجاه القارة، مؤكدا تطلعه لاستمرار التنسيق والعمل المشترك لدفع أجندة التكامل ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية. من جانبه استعرض فقيه الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي للعمل على إيجاد حل سياسي شامل لحل الأزمة السودانية. حذرت الأمم المتحدة من أن الأسر في مناطق النزاع بالسودان قد تواجه ظروفا أشبه بالمجاعة بحلول الصيف المقبل. وتقول الأمم المتحدة أن نحو 30 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلثي السكان، يحتاجون للمساعدة في السودان، وهو ما يوازي ضعفي العدد قبل اندلاع القتال. ووفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة، يحتاج إلى نحو 18 مليون شخص بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية غذائية، وهو أعلى رقم مسجل لموسم الحصاد الأكثر وفرة في البلاد. أعلن المتحدث باسم الجيش العراقي يحيى رسول عن القبض على عدد من منفذي هجوم السفارة الأمريكية ومقر جهاز الأمن الوطني، فيما أكد صلتهم ببعض الأجهزة الأمنية. وقال رسول إنه لا يمكن السكوت أو التغاضي عن مثل هذه الاعتداءات لما تمثله من تهديد جدي لأمن البلاد والاستقرارها، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادث للوصول إلى الجناه وتقديمهم للعدالة. تأتي تلك الهجمات على السفارة الأمريكية بالعراق بالتزامن مع تفاقم الأوضاع على الأراضي الفلسطينية. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك 617 ألف جندي روسي يقاتلون حاليا في مناطق القتال بأوكرانيا. وخلال مؤتمره الصحفي السنوي، أكد الرئيس الروسي أن القوات الروسية تعزز مواقعها على جميع الخطوط الأمامية للحرب في أوكرانيا.
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه نشر مقاتلات حين اخترقت طائرتان عسكريتان صينيتان وأربع طائرات عسكرية روسية منطقة دفاعها الجوي. ودخلت الطائرات الصينية والروسية منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية في بحر اليابان وخرجت منها بحسب تصريحات سول. يأتي الحادث بعد أسبوع من إعلان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سلوفان أن واشنطن وحليفتيها الأسيويتين سول وطوكيو ستدافعان عن السلام والاستقرار في مضيق تايوان، في الوقت الذي دعت فيه الولايات المتحدة بكين إلى احتواء بيونغ يانغ. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان مستقبل الأمن السيبراني 2030 أسس جديدة، ويتناول مدى تسارع الابتكار الرقمي وتأثيره على الأمن السيبراني. ودعا التقرير صناع القرار إلى تبني استراتيجيات طويلة المدى لاغتنام الفرص التي يتيحها التحول الرقمي المتسارع وتخفيف المخاطر المرتبطة بها، كما أكد ضرورة قيام القطاعين العام والخاص بالاستثمار في التعليم لعامة السكان لتقليل تعرضهم لمخاطر الأمن السيبراني، بالإضافة إلى العمل على تحسين المهارات الرقمية للقوى العاملة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إدراج 18 جامعة مصرية بتصنيف QS العالمي للاستدامة لعام 2024، كما تم إدراج أربع جامعات مصرية هي جامعة المنصورة، عين شمس، الجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة ضمن أفضل 20 جامعة في العالم. ووصلت سبع جامعات مصرية أخرى إلى قائمة أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم هي جامعة قناة السويس، الإسكندرية، بنها، أسيوط، الزقازيق، بني سويف وطنطا. وقعت مصر مذكرة تفاهم مع إسبانيا للتعاون الدولي لدعم مشروع تحديث الموارد المائية للزراعة في مصر، ويهدف المصري والإسباني إلى التعاون لتحسين عملية تخطيط وإدارة المياه واتباع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وذلك من خلال تحديث نظم الري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون البحثي والتبادل الفني وتشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة أنشطة التعاون الثنائي. في حياة كريمة انطلقت قافلة طبية بمحافظة أسوان، وشهدت قرية كركر أعمال القافلة العلاجية ضمن مبادرة رئاسية حياة كريمة. ضمت القافلة 10 تخصصات إضافة لمعملي الدم والطفيليات والأشعة العادية والصيدلية، وتم توقيع الكشف الطبي على 638 مواطنا وصرف العلاج مجانا من صيدليات القافلة التي يتوافر بها أكثر من 130 صنفا. النهارده القافلة الطبية بنقدم فيها جميع التخصصات الطبية المختلفة، معانا الصيدلية فيها أكثر من 130 صنف، معانا أكثر من أشعة تشخيصية إذا احتاج الأمر، معانا برضو التحويلات لأقرب مستشفى، مستشفى جامعة أسوان ومعهد أورام أسوان، معانا برضو التحاليل الطبية ومعمل كيمياء الدم ومعمل الطفيليات، بنقدم كل الخدمات دي مجانا لخدمة المواطنين. فيها جميع التخصصات أو 10 تخصصات بالضبط. بسم الله ما شاء الله، تخصصات جميلة وبترفع المعاناة عن الناس، وبالأخص إن هي أصلا كمان جاية كشف وعلاج مجانا. كل الشكر، نشكر القافلة المتواجدة حاليا في وادي قرقر، جميع التخصصات كشف بمجان، ونشكر القائمين على هذا العمل الخيري، نشكر جميع الجهات المسؤولة. احنا بنشكر كل الناس اللي ساعدت وساهمت في ان القافلة دي تيجي، والحمد لله في 10 تخصصات والناس كشفت والحمد لله، واحنا بنشكر الناس كلها، وهي الموضوع هنا من غير فلوس، كله مجانا. والان مع الاخبار الاقتصادية نتابع أهم أنباء المال والأعمال مع سارة نبيل. تفضلي سارة. شكرا إيمان، شكرا نهى. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم.
بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة سبل التعاون مع وفد شركات إيطالية لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الأمن الغذائي. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على قوة العلاقات المصرية الإيطالية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مؤكدا أن اجتماع اليوم ذو أهمية كبيرة لأنه يختص بمجال الأمن الغذائي بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين في مجالات استصلاح الأراضي وزراعة المحاصيل والتصنيع الزراعي. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لما يتمتع به الجانب الإيطالي من تقنيات متقدمة بإمكانها تحقيق قيمة مضافة كبيرة لمشروعات استصلاح الأراضي، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لاستصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي سواء أفقيا أو رأسيا على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى افتتاح مساحات شاسعة من الأراضي المستصلحة التي يتم التعويل عليها في تحقيق الأمن الغذائي لمصر في غضون أعوام قليلة. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإزالة أي عوائق بيروقراطية أمام توطين الصناعات الطبية. وخلال اجتماع لمتابعة موقف توطين تلك الصناعات، أكد مدبولي أن الحكومة مستعدة لتقديم أي حوافز أو تيسيرات لشركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية. وشدد مدبولي على أن هناك توجيهات رئاسية مستمرة لتوطين الصناعات بوجه عام، خاصة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يعكس اهتمام الدولة بهذا الملف، خاصة أن مصر سوق كبيرة ولديها احتياجات واسعة، كما أن التصنيع في مصر سيمكن هذه الشركات المصنعة من التصدير للعديد من الدول. وطلب رئيس الوزراء بأهمية إعداد حصر شامل لما يتم تصنيعه حاليا من منتجات ومستلزمات طبية، ومدى قدرة ما يتم تصنيعه محليا على الوفاء بالاحتياجات والمتطلبات المحلية، وأكد الخطط المستقبلية للتوسع في تصنيع وإنتاج هذه المنتجات الضرورية. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال إغلاق تعاملات اليوم وفي ختام تعاملات الأسبوع وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأفراد الأجانب. قابلها عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين والعرب. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 1.673 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 21% ليصل إلى مستوى 24,722 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.62% ليبلغ مستوى 5,365 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 1.27% إلى قيمته ليصل إلى مستوى 7,768 نقطة. أما أسواق البترول العالمية فشهدت أسعار النفط الخام ارتفاعاً خلال التداولات بدعم من تراجع المخزونات ومؤشرات خفض الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت إلى 76.75 دولاراً للبرميل بنسبة تصل إلى 3.35%. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.88 دولاراً بنسبة 3.47%. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا
عالميا بنسبة 2.33% لتصل إلى $2.60 للتر. هذا وارتفعت أيضا أسعار الغاز الطبيعية بنسبة 1.93% لتسجل $2.38 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تباين وسط مؤشرات خفض أسعار الفائدة بواسطة البنك المركزي الأمريكي هذا العام. وفي أبوظبي تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.8%، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي الرئيسي بنسبة 1.9%، وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 6.73%، وارتفع المؤشر القطري بنسبة 1.93%. أعلنت وزارة المالية الأوكرانية تلقيها الدفعة الثالثة من التمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة حوالي $900 مليون في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد. وأكد وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو أن الدعم القوي والمهم للغاية من الصندوق سيساعد في تمويل النفقات ذات الأولوية لميزانية الدولة في الوقت المناسب وضمن استقرار الاقتصاد الكلي في ظل الأحكام العرفية، مضيفا أن أوكرانيا في طريقها إلى الاندماج الكامل مع الاتحاد الأوروبي. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الأزمة في أوكرانيا تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي وترفع الأسعار المحلية، كما تجبر موسكو على تخصيص ثلث ميزانياتها للدفاع. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسودة نص لوزارة الخزانة الأمريكية أنه كان من الممكن أن ينمو الاقتصاد الروسي بأكثر من 5% لو لم تشن روسيا العملية العسكرية على أوكرانيا. وأفاد تقرير فاينانشال تايمز بأن موسكو أنفقت أكثر من $100 مليار أو ما يقرب من ثلث إجمالي نفقاتها على الدفاع في عام 2023. أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إعفاء بلاده من الديون الخارجية البالغة 4.5 مليار دولار بعد 11 عاما من عملية تخفيف عبء الديون. وخلال لقائه مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أعرب الرئيس الصومالي عن شكره وتقديره لهم على دورهم في تحقيق ما وصفه بالنصر التاريخي للصومال في برنامج إعفاء الديون. كما ناقش الجانبان مواصلة دعم الحكومة الصومالية لتحقيق أهدافها الاقتصادية وتحسين المؤسسات المالية وزيادة الدخل والاستثمار الدولي. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى إيمان ونوى، إليكما. شكرا جزيلا لك سارة. قالت لجنة الإنقاذ الدولية في تقرير لها إن تغير المناخ وتفاقم الصراعات المسلحة وتزايد أعباء الديون وتقلص الدعم الدولي عوامل ستؤدي لتفاقم الأزمات الإنسانية في شتى أنحاء العالم خلال عام 2024. وفي قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2024 أشارت اللجنة إلى أن 20 دولة معرضة لأكبر خطر لتدهور الوضع الإنساني في العام المقبل. مزيد من الأزمات الإنسانية ستتفاقم في شتى أنحاء العالم خلال العام المقبل، ما بين تغير للمناخ وتفاقم للصراعات المسلحة وتزايد لأعباء الديون. هكذا توقعت لجنة الإنقاذ الدولية في أحدث تقرير لها. وفي قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2024 أشارت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إلى أن 20 دولة معظمها في القارة الأفريقية معرضة لأكبر خطر لتدهور الوضع الإنساني خلال العام المقبل. التقرير يأتي بعد ارتفاع عدد من يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام إلى 300 مليون شخص، فيما وصل عدد الذين أجبروا على الفرار من منازلهم إلى 110 ملايين شخص.
وجاء في قائمة مراقبة الطوارئ الخاصة باللجنة الأراضي الفلسطينية المحتلة ودول من أفريقيا جنوب الصحراء وميانمار وأفغانستان في آسيا وسوريا ولبنان واليمن في الشرق الأوسط وأوكرانيا في أوروبا بالإضافة إلى الإكوادور في أمريكا الجنوبية. وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن المناطق العشرين تضم حوالي 10% من سكان العالم، لكنها تمثل 86% من الاحتياجات الإنسانية العالمية و70% من النازحين، وحصة متزايدة من الذين يواجهون الفقر المدقع والمخاطر المناخية. تعدين وصلنا إلى ختام نشرتنا، هذه عناوين الأخبار. الرئيس السيسي والعاهل البحريني يبحثان هاتفيا تطورات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة ويتوافقان على ضرورة وضع حد فوري للمأساة الإنسانية في القطاع. الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي يشيدان بتنظيم الانتخابات الرئاسية والوطنية للانتخابات تواصل تلقي طعون المرشحين على قرارات اللجان العامة. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في جباليا بإعدام أسرتين رميا بالرصاص، والأونروا تحذر من تداعيات الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع. نهاية نشرتنا، تحية لكم وإلى اللقاء.